1982 ليلة السنوات العشر. إبراهيم باباي رواية تونسية ألفها محمد صالح الجابري عام 1982 وتم اختيارها بين خلي إبراهيم باي باي أفضل إبراهيم باباي المخرج قال إبراهيم باي باي معناتها مروح. تم اختيارها بين أفضل 100 رواية عربية ليلة سنة العشرة. سي بيان كومان. الرواية دي الرواية كان بطل الفيلم كان روف بن عمر. تحكي على قصة كفاح الشعب التونسي أيام الاستعمار. تحولت الرواية لفيلم من إخراج إبراهيم باباي. شارك في تحويلها لسيناريو مراد بورين. من الممثلين في الفيلم هذا سونيا عمار، حمادي تخيل، رؤوف بن عمر ومحمد الهادي. يركزوا في الفيلم على ثلاثة شخصيات هما لميا ونجيب ومروان اللي قراوا مع بعضهم وبعد 10 سنين عاودوا تقابلوا من جديد. كل واحد منهم يحكي على شنية صار له في آخر 10 سنين. فما منهم اللي خدم في السياسة ومنهم اللي تعرض لبرشة صعوبات. لأن عندي علاقة مع الفيلم هذا. كيفاش؟ وقتها نقرأ في العلوية ومزيد كي بديت نعمل مسرح مدرسي شفت يعني هما قاعدين يصوروا في وين بطحة الخيل عرفتها؟ أي؟ فما العلوية الصغيرة كالمدرسة وين ترشيح المعلمين قاعدين يصوروا. قعدت نتفرج في المشهد السينمائي فهمتني بكل حب وبكل شغف فهمتني وتمنيت اني يكون موجود في قدام الكاميرا رؤوف بن عمر. وبعد تفرجت في الفيلم وشفت المشهد هو بيده شفته يعني من بين عيني كيف كمتفرج ولا هذيك اللي تنسال نتاع الفنان تحس روحك تحس تقول علاش انا مانيش غادي في وسط الفوف عادي. انا نعتبر اذا كان شخص ما يحسش الشعور هذا فما حاجة ناقصة في الخدمة اللي يعمل فيها هو اللي اختارها. قعدت نكملوا التصوير نتفرج من يعني بعيد على شفت الفيلم بعد دونك شادلي إبراهيم الدور الدنيا يولي نجم يولي نجم.